قلتي لي يا أختي كيف خطرت على بالي؟ الله يهديك يا أختي، يعني ما كنتي تعرفي تبطلي هالشغلة مشان أبو صالح يرجع عن يمينه وترجع تجي لعندي على البيت مثل ما كنا قبل. لك يا أختي هاي الشغلة أنا بعيش منها. لك أختي فهميني، أنا بدي إياك تبطلي هالشغلة وترجع تجي لعندي. صدقيني أنا بحاجتك هلا، فهميني أختي. أنا ما بدي حدا يتحنن علي بنوب، ولا خاص جوزك. لك أختي والله هالشغلة مو سمعة. يعني تتذكري هي تبع باب سريجة اللي إجت لعندك مشان تصالحيها مع حماتها مشان ما يطلقها جوزها؟ ليكا هي وجوزها مثل السمنة والعسل، ولهلا عم تتخانق مع حماتها. إيه لأنه جوزها فشوش وما عم يزبط عليه السحر، فهمتي؟ فهمت، هي خلصنا منها. أم عدنان اللي إجت من حلب مشان بنتها ما عم تجيب أولاد، ضليتك تاخديها وتجيبيها وتاخديها وتجيبيها لحتى المرأة مرضت من ورا وصفاتي، وما كنتي تعرفي تقلي لها إنه الشغلة بيد الله. لك كمان هاي جوزها تشتوش. هلأ كل شغلة بدك تقلي لي جوزها تشتوش؟ ولك أختي بدك مصاري بعطيكي. أنا ما صدقت إمتى أبو صالح طلع برات الحارة لحتى أجي لعندي. يعني معقولة أنتي أختي والكبيرة ما تحضري عرس رسلان ولا ابنك عرفة ما بيقدر يجي لعندي وأبو صالح بالبيت؟ لك أختي بتعرفي لو أبو صالح بيحبه لعرفة كان حطه تحت إيده. أختي أنا هاي الشغلة ما بطلة، بدك يعني تعي لعندي. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يهديك يا أختي. الله يهدينا كنا يا أختي. لك الحكي معك ما منه خواص، خاطرك. الله معك، الله معك بالروحة وبالجية. يا عيني أنا الزعيم يقلعني من بيته وبيخلي حدا يحكي معي؟ بسيطة أنا بورجيك. وصلها ورجع لعندي يا عمو. حاضر يا عمو. مرت عمي ليش لحتى ياخدها؟ مو شغلك دلال. أنا بربيها. وليش لحتى تربيها أنت ونخليها ببيتنا؟ يا دوبك تربي ولادك. مريم هل جايك شي حبيبتي؟ مريم اطلعي فيني شوفي. مريم حاولي تفهميني شوفي. سلامة قلبك، شبك؟ شو عم يجعك؟ خير خير، شو بها جوري؟ ما بعرف، يمكن ممغوصة. طعمية يا بنت الحلال، طعمية. يلا أنا السلام عليكم، بدي روح على شغلي. تقبرني، قبل ما تروح جيب لي زيت البلدي من المطبخ. وليش بدك الزيت البلدي هلا؟ دلك لها بطنها بروح المغاز. تكرمي، كرمال جوري بهون كل شيء. الله يكرمك. حبيبتي حبيبتي حبيبتي، سلامتك سلامتك سلامتك. على
على مهلك تقبريني، على مهلك. تعيشوا هالديات إن شاء الله. إن شاء الله. تفضلي. تستحمل هالديات. بحلم أنا. امبارح فتت بشهري السابع. إن شاء الله بتولدي بالسلامة يا رب، وبتجيبي صبي لابن عمك الإسلام. إيه بس أنا ناطف قلبي على بنت. لا، إن شاء الله بدك تجيبي صبي. إيه، إن شاء الله مرت عمي. وبكرة رح أبعت خبر لأم البشر الداية، خليها تجي تشق عليكي وتحسب لك قديش باقي لولادتك. إن شاء الله يلحق عمي يرجع قبل ما أقوله. ما رح يطول عمي، كل 4-5 أيام وراجع إن شاء الله. الله يرجعه بالسلامة يا رب. بإذن الله راجع. رجع الماضي عطشان عم ياكل ملح عمره مرق فاضي والظلم ما بيدوم مهما الزمان طال والشمس ما بغيوم بنحجب ولا بغربان حبيبتي اكبسي كمان شوي كمان شوي قولي يا رب تقبريني قولي يا رب قولي يا أمي الله يقلك بالسلامة تقبريني ايه كمان حبيبتي كمان كمان يا رب تقبريني ان شاء الله بتقبريني بالسلامة طمنيني أم البشر شو الولد ميت يا أم صالح الولد مات لا يا ربي لا الله يعوض خير تقبرين المهم سلامتك تقبرين يا ريتني أنا ولا أنت يا ابني يا ريت أنا ولا أنت أنا بستاهل والله بستاهل لأني ساكتة على كل اللي عملوه الرسلان بنوار شو دخلني ليجي الولد ميت دخلك إنك ساكتة على اللي شفتي بعينك ولي على قامتي زبولة أم فارس شو صار بي بالدولي ما بقدر والله ما بقدر والله الرسلان يلحقني فيها يا رب سامحني يا رب ما رح اقدر احكي ما رح اقدر احكي شيء